بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هناخد الرول التانية اللي هي replace user rule، ولكن المرة دي هنباصي الرول بالاسم بدل ال static بدل ال ID. طيب هناخد ده زي ما هو كده، هنعمل زي ما احنا اتعلمنا، هنعمل من هنا duplicate للزرار لانه نفس الحاجة بالظبط، ونخليه المرة دي 2 وهنا 2. بعدين نروح نفس الكلام بالظبط، نعمل دبليكيت للبروسيس دي ونخليها المره دي برضو 2، وقبل ما ننسى نغير الزرار اللي مربوطه بيه. بعدين نروح هنا، المره دي انا كنت بشيل من اليوزر اللي اسمه علي، بشيل منه الرول دي عن طريق ان انا ببعث ابيكس تي نمبر اللي هي عباره عن اري بنمبر. المره دي في واحده تانية ابيكس تي فاركار اري بتاعه تكست، فالمره دي انا هبعت اسم الايه الرول نفسها، فاشيل ده كده بالظبط، ده الفرق ما بينهم، واقول له ان انا عايز استخدم الايه الاثنين دول، واتاكد بس من اسم البارامتر ان بقى اسمه بي ستاتيك اي دي، بي رول ستاتيك اي دي. تمام، هو دي البارامتر بتاعتي اللي انا هبصيها بقى. انا الاكسس كنترول اللي عندي، الرول اللي عندي ادمن وفاينانس مثلا، فانا عندي اليوزر اللي اسمه علي ده معاه دي ودي. تمام، انا هعكس ازاي، هشيل دي ودي، هكتبها له ازاي، اجيب جمله سيلكت من هنا واكتب دي، ادي الرول ستاتيك اي دي، يبقى دي الاولانيه عندي تمام، ودي التانيه اليوزر اللي شغاله معاهم مين، اللي هي الادمن. هاخد اليوزر والفاينانش، ايه اللي هيحصل؟ هيشيل منه اللي معاه ويديله دول. طب هو اصلا معاه ايه؟ هو اصلا معاه الاثنين دول. طب تعال نشيل منهم الاثنين دول ونديله ادمن. يبقى اليوزر دلوقتي علي ده معاه ادمن، فلما اديله فاينانس واليوزر هيشيل منه الادمن. تعالوا نجرب السيشن، بس قفلت. ده التاني ريبليس يوزر، مفترض دلوقتي انعكست، علي ده معاه ادمن، مفترض دلوقتي مع الاثنين التانيين، فعلا مع الاثنين التانيين، وده يبقى الاوفر لوب بتاع البروسيدير التانية اللي هي اسمها ريبليس يوزر. السلام عليكم.